أستاذ نبي العياشي يقال أن المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، فهل هذا صحيح حتى في فقر الدم؟ أكيد أكيد حتى في فقر الدم. لا فمثال زوين هذا. صحيح ان نعم، فللاسف ان اغلبيه المشاكل الصحيه اللي صبحت الان يعني السبب الرئيسي ديالها هو المعده، مش اوفيت ماشي المعده، مول المعده. ولكن يعني نعم، فيحب ارضاء رغباته المعديه ويعني يقوم بادخال مجموعه اغذيه اللي بعض الاحيان لا تصلح لشيء وبكميات كبيره كذلك، وهذا فعلا هو السبب المباشر الان ديال مجموعه ديال الامراض. لان شحال هذه كنا تنشوفوا غير الامراض اللي جايه من الجانب الوراثي ولا اللي جايه من ناتجه على بعض امراض اخرى الى اخره، الان صبحات زادت هذا المشكل هذا، ما بقاتش غير الامراض اللي جايه من الجانب الوراثي ولا اللي جايه من مشكل فيزيولوجي، الان صبحات امراض للجانب ديالها هو الجانب الغذائي، وهناك امراض عديده للمية% السبب ديالها المباشر تيكون هو الجانب الغذائي. جانب الغذائي وحنا اللي تندخلوا هذا الغذاء للفم وللمعدة. نعم. سؤال يطرح كثيرا أستاذ نبيل العياشي عن أنواع الحديد اللي في الأكل. نعم. يعني أغلبية كترد أن الحديد موجود أكثر في اللحوم. نعم. فمع العلم أن هناك أغذية أخرى تهي فيها الحديد، فهل هو نفس النوع ديال الحديد الموجود في اللحوم في باقي الأغذية؟ لا ماشي نفس الحديد. فعلاش تنمشي مباشرة للحوم؟ لأن كاين لو فيغ ما يعرف بلو فيغ إيمينيك ولو فيغ نون إيمينيك. لو فيغ إيمينيك هو اللي كاين في اللحوم واللي نسبة الامتصاص ديالو تتراوح ما بين 10-15%، ولو فيغ نون إيمينيك هو اللي كاين في الـ في الـ في الـ في الأغذية النباتية واللي نسبة الامتصاص ديالو تتراوح ما بين 1-5%. هذه نقطة الناس خصهم يعرفوها مزيان. ولكن كاين هناك بعض الأغذية اللي عندها علاقة بطبيعة الحال تتحبس أو لا تترفع من الامتصاص ديال مادة الحديد. فهنا كاين مثلا نهضروا على صحيح أن الأغذية الحيوانية تحتوي على نسبة مهمة من الحديد، وكذلك نسبة الامتصاص الحديدي أفضل من نسبة امتصاص ديال الأغذية النباتية، ولكن هذا ما تيعنيش أننا نعتمد فقط على الأغذية الحيوانية بدونها من الأغذية النباتية. علاش؟ لأن الامتصاص ديال الحديد تيكون محصور مع مجموعة ديال مكونات أخرى، منها فيتامين سي مثلا. فيتامين سي تترفع الامتصاص ديال مادة الحديد. النحاس يحول الحديد المعدني إلى حديد عضوي، وهذه مسألة الناس خصهم يفهموها. شتي راه نتناولوا، شوف شتي راه نتناولوا باكية ديال الحديد المعدني يعني الأقراص مثلا باش يتحول لحديد عضوي يمكن يستهلك كل جسم ويستفد منه، تيخصني النحاس. الا ما عنديش النحاس ما غنستافدش. وهذه مساله الناس ربما يكونوا تيعيشوها، مساله الناس يكونوا تلاحظوا بانهم رغم انهم تياخذوا اللحوم، رغم انهم تياخذوا القطني، رغم انهم تياخذوا الاقراص، وفقر الدم غاش يتعالج. ابعد من هذا المقليات في الزيت، احنا دائما تنهضروا على المقليات. نعم. ماشي عندها علاقه غير بالسمنه. انا دائما تنقولها للمستمعين، وتنظر ان المستمعين الان من خلال البرنامج ديالنا الحمد لله غيكونوا خداو مجموعه ديال النقط. فهاد المشكل ديال المقليات في الزيت، هذيك المقليات في الزيت فيها مواد تمنع امتصاص ماده الحديد، يعني ان تناول مقليات في الزيت يؤدي بطريقه غير مباشره الى مشكل فقر الدم، ويساهم في عدم علاج فقر الدم. الابعد من هذا، كيف يعقل ان شخص يتناول جميع أغذيته وجميع وجباته أو بنسبة 80% ولا 90% من الوجبات ديالو خارج البيت وما بغاش يكون تيعاني بفقر الدم؟ ما يمكنش. لا. لأن كان هناك طرق طهي القلي في الزيت أصعبها وأخطرها، يؤدي إلى فقر الدم. داكشي علاش قلت أنا قبيلة، فقر الدم ليس فقط مشكلة أو سؤال كميات يجب إدخالها للجسم، لا، فقر الدم هو نظام يجب اتباعه. فنعطيك مثل بسيط جدا، البقولة تعتبر من بين الأغذية الغنية جدا بالحديد، أفضل وأكثر وأحسن من السبانخ. المغاربة خصهم يفهموا، مع العلم أننا كنعرفوا بأن السبانخ يعني لي زيبينغ فيهم الحديد كثر. كان غلط، والرسوم المتحركة ديال البوباي تحبسوا، ما بقاش كاين. علاش ما بقاش كاين؟ لأن السبانخ ماشي هو المادة الغذائية اللي من أصل نباتي اللي فيها حديد بشكل كبير. البقولة أفضل بكثير، والرجلة
افضل بكثير من السبانخ. الناس خصهم يتناولوا البقوله في وقتها، والمغاربه كيفاش يوجدوا البقوله؟ تتفور البقوله تيدير معها الكمون تيرش فوق منها الحامض. الحامض زويته بلديه وزويته بلديه فعلا. فهذاك الحامض عباره عن فيتامين سي الذي يرفع من امتصاص ماده ديال الحديد. فهنا عندنا اغذيه اللي هي موجوده، واغذيه اللي هي حاضره، واغذيه اللي داخله في النظام الغذائي ديالنا، اللي تتزيد من ارتفاع ديال ماده الحديد وتتزيد من امتصاص ديال ماده الحديد باش ما نعانيوش مشكل فقط. بما اننا ذكرنا البقوله وذكرنا الرجله، كاين هناك شيء استاذ نبيل العياشي المتهم الاول والعدو بالنسبه لهذا الفقر الدم. كل شيء تربط الشيء بانه العدو السبب في فقر الدم، واش هذا صحيح؟ لا غلط. غلط والله غلط. يعني واخا مع الاكل ولا بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ غلط غلط غلط. المقليات في الزيت تؤثر على الحديد اكثر من الشاي. نعم. شوف كاين هناك صحيح انا اللي بغيت نقول غلط، انا ماشي هو اللي غيسبب فقر الدم. الشاي ما كيسببش فقر الدم. شوف لو ان الشاي يسبب فقر الدم، لو ان الناس العربيه اللي في المغرب كلهم يعانون من فقر الدم. لان احنا تقولوا بان تناخذوا مثلا اللحم اللي في الحديد وفي نفس الوقت كناخذوا مع الشاي، يعني شخص لا شخص عادي لا يعاني من فقر الدم ماشي مشكل. شخص يعاني من فقر الدم من عم مشكل اللي مريض شرا الخميره بلديه. فرق كبير بين الخميره البلديه والخميره الروميه في مشكل ديال فقر الدم. انا غادي نفسرها من بعد ما نهضروا على هذه المساله ديال الشاي. الشاي لا هي مساله الناس تيهضروا. اوروبا الدراسات اللي دارت على علاقه ما بين الشاي وما بين الحديد اللي جاي من الادويه او الاقراص. اللي هضرنا قبل قليل قلنا بانه حديد ماشي عضوي واللي يتم تحويله داخل جسم الانسان الى حديد عضوي باش يمكن يستفيد منه. نعم. لا علاقه ما بين شرب الشاي وسبب ولا ما يمكنناش نقولوا بان الشاي هو مسببات ديال فقر الدم. يعني التناول ديال الشاي اثناء الوجبه، من بعد الوجبه، قبل الوجبه، بالنسبه للشخص العادي ما كاينش هناك مشكل. اللي ما كيعانيش من المرض. صحيح كاين هناك مكونات اللي كاينه في الشاي التي تمنع امتصاص نسبه قليله من ماده الحديد، تتمنع الامتصاص ديالها. ولكن هذا غير كافي باش يؤدي الى فقر الدم اذا كان الشخص تتناول نظام غذائي صحي. اذا خاصها تبقى ديك ايده ضروري. نعم بطبيعه الحال. لان الا ما كانتش هذيك ايده راه كل شيء غيخلق لنا مشكل. لهذا فإلا كان الشخص تيتناول الخبز ديال الشعير أو الخبز من النخالة، تيتناول القطاني، تيتناول اللوز، تيتناول السمك، واخا يتنشرب الشاي ما عندوش مشكل. أما إلا كان شخص عاطي المشروبات الغازية وعاطي المقليات في الزيت وعاطي الحلويات، أكيد سيصاب بفقر الدم. وماشي الشاي هو السبب، حيت الشاي راه يحتوي على نسبة نابسبها من الحديد. راه البقولة قلنا قبيلة فيها الحديد، راه القزبر ومعدنوس فيهم نسبة من الحديد، الليمون فيه كذلك، جميع الأغذية فيها نسبة من الحديد. فباش نرجع للخميرة البلدية. الخميرة البلدية. نعم. الفرق ما بينها وبين الخميرة الأخرى. ألوغ الخبز، انتبهنا هنا هذه تفسيرات لما كان عليه أجدادنا وآباؤنا ولما عليه نحن اليوم. اللي تغير. نعم. فهذيك الخميرة البلدية فيها الأسيد اللي تعطينا ديك المذاق الحامض. الحمودية. الحمودية ديال. فهذيك الخميره اللبنيه تتعطينا لاسيد، تتعطينا واحد الانزيم سميتو لافيتاز. هذيك لافيتاز تتهرس لنا واحد لاسيد كاين في الخبز سميتو لاسيد فيتيك. هذا لاسيد فيتيك تمنع امتصاص الاملاح المعدنيه كلها ماشي غير الحديد. فهنا اشنو تيوقع؟ ملي تنكون واخد الخبز مصايب بالخميره عاديه نسميوها روميه، هذيك الخميره الروميه ما تعطيناش هذيك الخميره اللبنيه، ما تعطيناش لاسيد لافيتاز، ما تتهرش لنا لاسيد فيتيك، وبالتالي فالخبز العادي فيه لاسيد فيتيك الذي يمنع امتصاص ماده الحديد. يعني لي فيتات تيمنعوا امتصاص ديال ماده الحديد، تيمنعوا امتصاص ديال الاملاح المعدنيه فيها الكالسيوم فيها المغنيسيوم الى اخره. اما ملي تيكون عندي الخبز مصايب بالخميره بلديه اشنو تيوقع؟ ففي هذه الحاله تيكون عندي هذيك لافيتاز اللي هي انزيم تتهرس لنا لاسيد فيتيك. يعني الخبز اللي مصايب بالخميره بلديه ما فيهش لاسيد فيتيك، اللي فيتات ما فيهش. اشنو تيدار؟ تنستافد من هذاك الحديد اللي جاي من الخبز. ولكن هنا سؤال اخر، اش من خبز؟ لان ما بين الخبز كامل والخبز الابيض تقريبا نسبه ديال 80 ولا 90% ديال الحديد اللي تينقص. لهذا فالناس ما يبقاوش يقولوا راه اللحم اللحم اللحم، لا،
قد بعد الخبز اللي تتاخذ، قد النظام الغذائي ديالك، قد طرق الطهي ديالك. قبل ما توصل انك تقوم باستهلاك كميات كبيره، نحن لسنا في حاجه لاستهلاك كميات كبيره من اللحوم لسد احتياجاتنا من الحديد. ممكن اننا نتناوله مرتين او ثلاث مرات على الاكثر في الاسبوع، تناول سمك، تناول قطني مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، تناول خبز كامل طيله اليوم، شرب العصير ولا تناول الفواكه لان فيها فيتامين سي وسترفع من نسبه امتصاص ديال ماده الحديد، تناول الاغذيه اللي فيها النحاس، سيؤدي الى الاستفاده من الكميه اللي حنا محتاجينها في ماده الحديد. لاننا تنعاود نقول ما محتاجينش الكميات كبيره من ماده الحديد. اذا استاذ نبيل العياشي، بالنسبه لفقر الدم خصوصا الناس المرضى اللي عندهم مشكل كما ذكرتي لنا في الاول بان يقدر يكون فقر الدم ناتج عن بعض الامراض، منها مثلا الامراض ديال الكلى، فكنعرفوا بان هاد المرضى هادو عندهم واحد الريجيم قاسي وخاص، يعني ممنوع عليهم اللحوم، يعني مين غيجيبوهم هاد الحديد؟ يعني نعم. ما هي المواد اللي ممكن تكون مفيدة لهم؟ فهنا في هذه الحالة يتم إعطاؤهم أقراص ديال الحديد باش نعالجوا هذا المشكل. لان ملي تنوصلوا لواحد الحاله مرضيه اولا تنوصلوا لفقر الدم اللي هو صعيب بزاف، تنكونوا ملتجئين للاقراص. ولكن انا ماشي ضد الاقراص، بالعكس يجب تناول الاقراص اكيد. حنا تنضروا على الوقايه قبل العلاج، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، مع الاقراص يجب اتباع واحد النظام غذائي جيد. اذا هذا النظام الغذائي جيد بالنسبه لهم خاصه؟ لا، بالنسبه لهذه الحالات هذه، يعني بالنسبه للقصور الكلوي. نعم. ما تنعالجوش غذائيا نهائيا، يتم علاجه 100% من طريق الاقراص. علاش؟ لان الاغذيه الغنيه بالحديد يا اما غنيه بالبوتاسيوم او غنيه بالبروتينات. اللحوم غنيه بالبروتينات، القطاني والفواكه الجافه غنيه بالبوتاسيوم. نعم. وبالتالي فلا يتم علاجه غذائيا بشكل نهائي، تنلتج 100% للاقراص. فانا بغيت نعاود نقولها، الكميات ديال الحديد اللي حنا محتاجينها ماشي كميات مرتفعه. وحنا عطينا قبيله ارقام، قلنا بان العدس فيها 7، اللوز فيه 4، الخبز تقريبا فيه ما بين 3 حتى 5. فهنا ملي غندير الكميه اللي انا دخلت في اليوم يمكن لي نسد الاحتياجات ديالي، يعني تندخل اكثر من 7 ملغرام. علاش؟ لان حنا شفنا ان كاين نسبه الامتصاص ماشي نسبه كبيره، فنقصني ندخل واحد 14 ولا 20 ولا 25 ملغرام، ممكن انني ندخلها عن طريق اغذيه طبيعيه واغذيه اللي الثمن ديالها منخفض. لهذا فالناس ما يبقاوش يسمعوا فقر الدم او يسمعوا المشكل ديال الانيميا او يسمعوا الحديد ويسحب لهم راه ما عرفتش شنو كيفاش خصنا نديروا باش نعالجوا هذا المشكل. لان مجرد الشخص ما تيقول له الطبيب المعالج ديالو بان راه يعاني من مشكل ديال فقر الدم، تي نفسيا ديالو تتهبط، تي هذا تيبقى يفكر، وكاين الناس تيمشيو يجيبوا الكفته ديال ما عرفت انا قلت قبيله ديال العود، وكاين تيمشي يجيب هذه وما عرفت هذا. يا اخي اجلس مع راسك ونشوف الاسباب. نعم. شنو هي؟ الا كنت انا تناكل 80% خارج البيت راه هذا هو السبب. الا كنت انا ما تنتناولش، ما عنديش واحد النظام غذائي اللي هو جيد ومعقول راه هذا هو السبب. لان المشكل ديال فقر الدم ماشي مشكل سهل، انا ما تنقولش انه مشكل سهل، بالعكس. نعم. هو مشكل صعيب وخطير وخصنا نعالجوه، وفي نفس الوقت ما خصناش ندخلوا كميات كبيره لان الاكثار من الحديد كذلك مشكل. لهذا فالاعتماد، لان كاين الناس غيسمعوا الاقراص دابا غيمشيو يتناولوا اقراص كثيره. نعم. غير تيسمعوا في الاشهارات ولا تيسمعوا في الانترنت ولا اقراص الحديد تيبقاو يتناولوا كميات كبيره من الاقراص، وهذا خطر. يعني الماده الطبيعيه ما كاينش ما احسن منها، ما كاينش ما احسن من مكون غذائي طبيعي، لان ادخال الجسم يتم بكميات معقوله بدون لا افراط ولا تفريط. نبقاو دائما في المواد الطبيعيه، يقال بان اذا شربنا العصير ديال البرتقال مع الاكل كان يكون عمليه امتصاص الحديد احسن وافضل، واش صحيح؟ نعم، لان يحتوي على فيتامين سي، كل ما هو فيتامين سي. ماشي فقط البرتقال، ولكن تناول الفاكهه قبل الوجبه هذا هو الهدف منها. لان تناول الفاكهه قبل الوجبه، الفواكه كلها تحتوي على فيتامينات واغلبيه الفواكه فيها فيتامين سي، فتناول الفاكهه قبل الوجبه غيعطيني فيتامين سي في الجسم، ومنين غيجي الحديد من بعد سيتم الرفع من الامتصاص ديالو. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف من من عدم ترك الفاكهه حتى الاخر، اضافه القزبر ومعدنوس اثناء تيطيب الاكل، هذا هو الهدف منه. يعني نضيفوا القزبر ومعدنوس في الاخر ديال تيطيب تطيب الماكله ونرشوه، تسمى الرشه هذيك تترش الاكل بهذيك القزبر ومعدنوس. علاش؟ ما اذا طاف الولد كيمشي، لان فيتامين سي تتمشي بدرجه حراره.
بين بين لي فيتامين اللي سونسيبل بزاف نتابعت الحال بين المسائل لي فيتامين اللي هي سونسيبل بزاف هي لا فيتامين سي وبالتالي فاضافتها اثناء الوجبه يعني اثناء سواء اثناء التناول الناس عاد ما يبقاو يضيفوا الملحه يضيفوا قزبر مع النوس يقطعوهم ويضيفوهم المذاق تيكون هناك مذاق افضل اكيد وحتى تساهم في الرفع من امتصاص ديال ماده الحديد وهذه نصائح اللي تنعطيوها بالنسبه للناس اللي تعانيوا من فقر الدم يعني اثناء تناولهم السمك ولا اثناء تناولهم مثلا القطاني ولا هذا فيا اما كيف ما قلتي شرب عصير ليمون او لا تناول ليمونه قبل الاكل باش يمكن ان الحديد اللي غادي يجي من بعد يمكن لهم انهم يستافدوا منه. وهناك من يلتجئ للاعشاب استاذ نبيل عياشي. الاعشاب هنا بطبيعه الحال انا ما متفقش مع الاعشاب، الاعشاب خاص الا كان غيعطيها ان فيتوثيرابيوت. يعني شخص اللي قاري علم الاعشاب نعم مختص نعم ممكن اما الا غنبقاو نديرو تعشبت وغنبقاو نديرو داكشي ديال الحلاقي وهادي معلقه صغيره من هادي وخلط هادي مع هادي وزيد على هادي ونقص على هادي راه غداوي هذا خطا. فهنا باش نكون واضحين لان شوف الله سبحانه وتعالى خلق الامور بحكمه راه كنا حنا بغينا ناكلو شي اعشاب بطريقه شكل غريبه وما غاديش تضرنا كرة حنا عطانا الأغذية اللي خصنا نتناولوها واللي ما غتخلقناش مشكل. يعني التناول 100 غرام ديال العدس ولا 100 غرام ديال اللوز ولا 100 غرام ديال الكركاع ولا 100 غرام ديال الحمص ولا 100 غرام ديال الفول لأن تما فيهم حديد ما غيخلقليش مشكل. ولكن في علم الأعشاب نقدر نتجاوز المقدار بمعلقة صغيرة يخلق لي مشكل. نعم. فما بغيناش حنا ما خصناش نعالجوا مشكل بمشكل آخر صعب منه. إذا بالتأكيد كتبقى النصائح الوقائية من الأنيميا أو فقر الدم خصوصا الأمهات اللي كيسمعوا لنا الآن كينساو راسهم كيفكروا بالتأكيد في الوليدات. شنية النصائح؟ ما هي النصائح الوقائية خصوصا للأطفال باش يكون عندهم تركيز أفضل ويعطيو نتائج أحسن؟ أول نصيحة يعني بالنسبة للأمهات بالنسبة للأطفال ديالهم علموهم الأطباق المغربية. هذه تربية غذائية. كفانا من تقليل أعمال الغرب فيما يخص الجانب الغذائي لأن عادات غذائية أصبحت دخيلة على المجتمع المغربي وللأسف أنا لا أعمم ولكن الأغلبية ديال الناس أصبحت تباهي بهذه الأطباق أصبحت تباهي أن الأم تهز ولدها وتمشي تدوز العيد ميلاد في واحد البلاصة زعما راه بالنسبة لها ما عرفش شنو دارت ما دارت والو خرجت على الصحة ديال ولدها وعلمت واحد العادة غذائية اللي هو خطيرة جدا. يعني فأول نصيحة بالنسبة للأمهات يعني يعلموا وليداتهم الأطباق المغربية طريقة تحضير الأطباق المغربية ويدخلوها في العادة الغذائية ديالهم. يعني راه ما بقى راه عيب أننا ولينا تناكلوا رفيسة غير من المناسبات للمناسبة، راه عيب أننا ولينا تناكلوا كسكسو مرة في الشهرين، راه عيب ولينا تنشربوا الحليلة من رمضان رمضان، وعيب ولينا تناكلوا اللوز من عاشورة لعاشورة. هذه أغذية اللي خصها تخاد باستمرار، هذه أطباق اللي خصها تكون حاضرة وتكون واجدة. هذه هي النصيحة الأولى اللي نقدر نعطيها للأمهات فيما يخص الأبناء ديالهم. بطبيعة الحال النصيحة الأخرى أنهم خصهم يعرفوا بأن الصحة ديال ولدهم ما عندها ثمن. راه ماشي ملي أن تمشي نشري واحد المادة معينة مزوقة من برا والثمن ديالها مرتفع سواء 10 دراهم ولا 20 درهم تظن بأنه راه دار شي حاجة ودار شي فايدة لولده، بالعكس راه ربما بخمسة دراهم ولا بجوج دراهم كنتي تدخل له شي حاجه اللي هي افضل واحسن بكثير من داكشي اللي شريتي ب 10 دراهم ولا ب 20 درهم. فالتجؤوا ونرجعوا للنظام الغذائي المغربي ونرجعوا للعادات الغذائيه المغربيه ونرجعوا للاغذيه ديالنا لان ما كاينش محسن من البقوله في وقتها بطبيعه الحال. اذا هذه نصيحه للمرضى المصابين بفقر الدم. مرضى مصابين بفقر الدم البقوله الفواكه الجافه الخميره البلديه والخبز الكامل وتناول الفواكه قبل الوجبه والابتعاد كل البعد عن المقليات في الزيت عاد من بعد تنجيو لتناول ديال اللحم او السمك لان فقر الدم الناس تظنوا انا بغيت نصحح هذه المعلومه الناس تظنوا بان فقر الدم يمكن علاجه فقط عن طريق تناول اللحوم هذا خطا او اللحوم نعم او الادويه بطبيعه الحال اللي خرج الطبيب خصها تخاد نعم. ولكن ماشي فقط غذائيا يمكن نعالجه فقط عن طريق اللحوم يمكن نعالجه عن طريق اغذيه اخرى نعم. بالنسبه للمرضى اللي كياخذوا الادويه استاذ نبيل عياشي بالتاكيد كاين هناك بعض المعلومات ونصائح باش تكون هذه الادويه عند المفعول لان نعم. ربما كناخذوا ادويه كاين الناس اللي كتاخذ معها اشياء اخرى ربما ما كتخليهاش نعم بحال المفعول نعم. ديالها نعم. جيد نعم. بالنسبه للادويه من الادويه قبيله تحدثنا على الشاي نعم. فالناس اللي تعانيوا من فقر الدم وتتناولوا الادويه ما خصهمش يشربوا معها الشاي نعم. يعني مثلا اذا كان تيتناول الدواء ديالو الصباح فما خصوش يشرب الشاي مع الفطور ربما يشربوا في العشيه ولكن ماشي مع الفطور ربما في فتره ديال العلاج يتجنبوا كاع
لا ممكن يتجنبوه. نعم الا كان بلي بالشاي ممكن يشربوا في العشيه، الا كانت تشرب كينا الصباح يشربها في العشيه ماشي مشكل، ولا يتجنبوا كيف ما قلتي. غير هو ما نبقاوش ندخلوا هذه القاعده ديال الشاي بالحديد، نعطيوها اكثر من قيمتها. بالفعل انا قلت بان الحديد، لان الحديد له منافع، عفوا الشاي له منافعه وله قيمته الغذائيه، فكاين هناك امور اخرى اللي هي تعرقل الاستفادة من الحديد أكثر من الشاي. الحليب كذلك؟ لا دي ممكن نشربه ماشي مشكل. ماشي مشكل. بالنسبة للفواكه هل هناك بعض الفاكهة كتكون أفضل وفيها قيمة أكثر؟ شوف ما يمكنناش من المستحيل أننا نفضلوا فاكهة على أخرى. علاش؟ لأن الفواكه ضروري أن فاكهة غيكون فيها فيتامين سي زايد وغيكون فيها مكون غذائي بيتا كاروتين ناقصة مثلا أو لا شيء من هذا القبيل. فجميع الفواكه احنا تنصحوا بجميع الفواكه، فقط الاختلاف اللي كاين هو ما بين واش الفاكهه موسميه ولا غير موسميه. نعم. اما الثاني تنصحوا به هو استهلاك الفاكهه الموسميه، والحمد لله ان المغرب هو البلد الوحيد اللي تيبقى فيه البرتقال طيله السنه. الحمد لله البرتقال موجود طيله السنه، فالناس الى ما لقى ما ياكل كفاكهه ياخذ البرتقال. إذن ما كاينش مشكل بالنسبة كاين فريسة ولا ما كايناش، لأن كنوجدوا بأن كاينة إشاعات. نعم نعم صح 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 نعم إشاعات اللي هي ماركتينغية غنقولوا اللي هي داخلة في الماركتينغ اللي الناس شوكولا مفيد. الشوكولا مفيد لا ماشي الشوكولا، هو الكاكاو اللي هو مفيد ماشي الشوكولا. لأن الشوكولا هو عبارة عن مستحضر يتم تحضيره من خلال الزبدة والسكر والكاكاو، فخاص يكون نسبة الكاكاو تكون مرتفعة ماشي. أما يعني الشوكولا اللي فيها فقط زبدة وفيها فقط سكريات فما ما لا فائدة فيها أكيد. فيعني الناس خصنا نمشيو يعني ما نبقاوش نمشيو في هذه المعلومات اللي بعض الأحيان تتكون معلومات مغلوطة فيما يخص بعض يعني راه هذا الغذاء مفيد أكثر من غذاء آخر ولا هذا راه أفضل من هذا ولا هذا يمكن يعالج بوحده. ما كاينش. شوف من المستحيل نعالجوا شي مشكل بغذاء أحادي. على ذكر العلاج أستاذ نبيل العياشي، يعني إذا كانت هناك نسبة لا بأس بها فقر الدم، يعني كانت واحد الحالة متقدمة في فقر الدم، ما كاينش غير الأغذية اللي تعالج فقر الدم، خص ضروري الأدوية، لأن الناس بعض على حسب أوقات ما كيبغوش ياخذوا الأدوية ديال فقر الدم كيعتمدوا على التغذية. على حسب الحدة ديال فقر الدم. لأن إذا كان فقر الدم يعني مثلا أوليو دو 12 كاين 11 يمكننا، ولكن يمكننا نصحوا الاخطاء في نظام الغذاء ديالنا ونراقبوا. الا ما كانش هناك تحسن ضروري من اخذ الدواء ضروري، يعني باش ما نبقاوش نتفلاو ولا نبقاو نكذبوا على الناس. بالفعل. اذا استاذ الامور اللي خص المريض خصو يرد لها البال وخصو يسمع النصيحه ديال الطبيب المعالج وخصو يعرف مضاعفات ديال مضاعفات ديال الانيميا او فقر الدم في حالات اذا ما تعالجت شنو يمكن يوقع شنو يمكن يحصل. بطبيعه الحال يعني المضاعفات اللي تتكون خطيره والجسم حنا قلنا الجسم كله يحتاج الى اكسجين ويحتاج الى ماده الحديد، يمكن الامر يوصل الى الوفاه استاذ نبيل العياشي في حاله ما اذا ما تعالجش هذا فقر الدم. بطبيعه الحال اي مشكل داخل جسم الانسان خصو يتعالج. طيب اي مشكل كيف ما كان النوع ديالو الا ما كانش هناك علاج راه تيكون هناك مشكل. اذا كنتمنى نتفادوا اي مشاكل صحيه من خلال تتبعنا لعده نصائح ومعلومات في البرنامج ديالنا للهدف انه هو التوعيه والصحه للجميع. كنتمنوا بالتاكيد مستمعينا لكم الصحه والسلامه لمن فاته متابعه هذا اللقاء المباشر على امواج ميديا. يمكن اعاده الحلقه وباقي الحلقات دائما بعد منتصف الليل دائما على امواج ميديا. كذلك نحن رهن اشارتكم لجميع اسئله لكم عبر صفحة الفيسبوك وهاشتاك أسرة. فلكم مستمعينا مرة أخرى نتمنى الصحة والعافية ولقاؤنا الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد ونفس المحطة. ألف شكر أستاذ نبيل العياشي. شكرا أستاذ سعيدة ويوم مبارك إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا إلى اللقاء.